احنا جايين هنا عشان نقول نعم للدستور. في البعض بيقول لا، احنا بنقول له من غير زعل، احنا يوم السبت ميعادنا للاستفتاء. لو الدستور او الاستفتاء جاب نعم خلاص، لو جاب لا خلاص. القصة كلها ان هم مش عايزين دستور فيه كلمة الشريعة، خايفين من نمو الطار الإسلامي. لو الدستور ده مشى والبلد استقرت، الطار الإسلامي هيقدر يكمل فترات طويلة جدا، فهم خايفين من كده لأن حياتهم تعتبر مهددة. يعني الدكتور القرضاوي أعلنها بالأمس صريح، لو ماشي